برنامج المشهد السوري في أسبوع الذي نناقش فيه التطورات السياسية والميدانية السورية. للوقوف أكثر على تفاصيل هذه التطورات أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي. أهلا بك سيد زهير. أهلا بكم يا مرحبا. يعني ربما من أهم الأحداث سياسيا أو التطورات السياسية في المشهد السوري كان اجتماع لوزان وما أعقب هذا الاجتماع من اجتماعات أخرى. نبدأ بلوزان الذي اختتم يعني دون نتائج ربما محددة أو معلنة. كيف قرأت ما دار في هذا الاجتماع أو ما نوقش في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة إذا وضعنا لقاء لوزان في سياقه الدولي، في سياق التطورات الدولية السابقة عليه، فهذا اللقاء جاء بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف اتصالاتها مع الروس، وقف سعيها الدبلوماسي مع الروس، وأن الرئيس الأمريكي يسعى نحو البحث عن خيارات أخرى غير الخيارات الدبلوماسية. وقيل وتعلق كثير من المحللين أن الرئيس الأمريكي يلتقي مع مستشاريه الأمنيين والعسكريين لكي يبحث عن خيارات أخرى ترد على المواقف الروسية في سوريا والتي امتدت إلى مصر، وهذا النوع من أنواع الصلف الروسي الذي تبدى في الفيتو الخامس في مجلس الأمن، والذي كانت هناك مجموعة كبرى من الدول ولا سيما الدول دائمة العضوية تعلن استنكارها في مواجهة المندوب الروسي مباشرة. حتى قال له المندوب البريطاني لا أستطيع أن أقول لك شكرا، والمندوب الفرنسي كان أشد لهجة، والمندوب المندوبين كلهم كانوا على هذه الدرجة من السخونة. فجأة تم الإعلان عن لوزان. يبدو أن الرئيس الأمريكي عندما اجتمع أو قبيل أن يجتمع مع مستشاريه، كان في أحيانا الإنسان يجعل قضية المستشارين مجرد مشجب لتعليق قراره عليه. فهؤلاء المستشارون كان الرئيس الأمريكي قد بيّت، لأن الإعلان عن لوزان تم قبل الإعلان، وإذا لاحظنا أنا أقول نلاحظ السياق الزمني صحيح. تم الإعلان عن لوزان قبل اللقاء مع المستشارين، وبالتالي خرج الرئيس الأمريكي من لوزان ويقول بأنه هو سيوصي بالاستمرار في المساعي، عفوا من مستشاري، يقول سيوصي بالاستمرار في المساعي الدبلوماسية. ذهب كيري إلى لوزان، كان المفروض أن يحضر. أول ما سمعنا الدعوة إلى لوزان كانت بريطانيا وفرنسا مدعوة، وتركيا والسعودية وقطر وإيران طبعا وروسيا من باب أولى، يعني هي على رأس المدعوين. فبالتالي تم استبعاد الأوروبيين عن لوزان لأنهم على ما يبدو كان يمكن أن يعرقلوا المسعى الأمريكي. وجاء كيري إلى لوزان ليعلن أمام شهود كلهم إقليميون من الإقليم، دول الإقليم على اختلاف مواقعهم، وأتوا بمصر وحضرت الأردن، ليعلن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنفض يدها من الملف السوري، وأنها تترك هذا 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 هو فحوى الموقف الأمريكي، وأنها تترك للروس أن يفعلوا في سوريا ما يشاؤون، وعلى دول الإقليم أن تتولى أو أن تتدبر أمورها مع هذا المشهد. الحديث عن أنهم سيواصلون الاتصالات الدبلوماسية، هذا كل الناس يعرف أنه أو يعلمون بأنه كلام لا جدوى من ورائها. الاتصالات الدبلوماسية عمرها الآن 6 سنوات، وهي لم تثمر إلا المزيد من القتل والمزيد من الدمار والمزيد من التخريب. وبالتالي انتهى المؤتمر بأن الولايات المتحدة اعتبرته ضمن مجموعة من الشهود يعني حلقة لإعلان نفض يدها من الملف السوري، الذين ما زالوا يتعلقون بموقف أمريكي. خرج كيري من لوزان، جاء إلى بريطانيا، وكان رئيس الوزراء البريطاني يعني حامي اللهجة، كان يتحدث عن حل عسكري ويتحدث عن مطالبة الشعب البريطاني هنا بأن يخرج في مظاهرات ضد عمليات القتل، ولكن وجدنا أن الأمر بين
كيري وبين جونسون قد انتهى إلى أن يخرجون أنه يطالبون بمزيد من العقوبات الاقتصادية على بشار الأسد أو على الروس، كلام أيضا لا معنى له. نعم. الحقيقة بس اسمحي لي الرسالة الأخيرة، يعني أنا متابع السياق بشكل الرسالة الأشد سخفا التي خرجت على لسان كيري أنه وقف بعد لقائه هنا في بريطانيا يقول للروس لا تظنوا أنكم إذا سيطرتم على حلب، وهو يعلم أن السيطرة على حلب تعني قتل مئات الألوف من الناس، والآن بدأت الناس تموت جوعا في حلب، أنكم ستنتصرون. طبعا هذا كلام أشبه بجرعات الكوكايين يتلقفه بعض الذين يتحدثون باسم المعارضة السورية، أنا أسميها المعارضة السورية المستقيلة عمليا المنهارة عمليا، لكي يعلقوا عليه ويبنوا عليه الأمال ويقولون كل الخيارات ما تزال أمام أوباما. أوباما وربما أقول أكثر من أوباما الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بشكل خاص لأسباب تاريخية ثقافية دينية دعيني أقول نفضت يدها وقررت أن تسلم سوريا وأن تسلم المشرق العربي للروس والإيرانيين على السواء. أريد أن أقول كلمة، كل الذي يحدث في المشرق العربي اليوم يحدث بأمر أمريكي وبتخطيط أمريكي وبأذرع روسية صفوية قذرة هي التي تنفذ المؤامرة الأمريكية على المنطقة. يعني هل في هذا السياق يمكن أن تقرأ سيد زهير دعوة تركيا لإخراج فتح الشام من حلب؟ يعني ربما، وأنا سمعت أحد الأتراك يعلق بأنه طيب إذا كان العالم محكوم بالقوة يعني مؤدى الحال، وإذا كانوا الروس وحدهم أصحاب القرار، فكأن الأتراك يقولون ليس أمامنا إلا أن نسير مع المشروع الروسي لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه، وبالتالي طالبوا فتح الشام على لسان ليس لسان معلق سياسي عادي وإنما وزير الخارجية، طالبوا هذه المجموعة الخروج من حلب. أنا أريد أن أقول القضية ليست قضية فتح الشام، القضية ليست أكبر من فتح الشام وأكبر من الثوار، القضية أهل الشام، القضية أبناء الشام، القضية سكان سوريا، القضية ذات أبعاد أخطر بكثير مما يحاول البعض أن يقزمها فيها لكي يتدارى أو يداري عجزه أو ضعفه أو تردده أو عدم قدرته على أن يفعل شيئا. أنا أقول هذا الكلام لكل، أنا لا أقول هذا الكلام للأتراك وحدهم، أقوله للأتراك وأقوله أيضا لكل الذين يعنون بالشأن السوري. القضية اليوم في سوريا والقضية اليوم في الموصل والقضية اليوم في العراق والقضية اليوم في اليمن والقضية اليوم في لبنان أكبر من قضية تنظيم من 900 شخص، القضية تتعلق بخمسين ستين مليون إنسان يعيشون في المشرق العربي مهددون أولا في وجودهم، ثانيا في دينهم، ثالثا في ثقافتهم، والذي لا يريد أن يصدق هذا والذي يريد أن يتهرب من هذا، هذا شأنه، من حقه أن يتهرب، ولكن لا أن يلبس على الناس بأنه يريد أن ينصر وبأن فتح الشام هي الذريعة وبأن تنظيم الدولة هو الذريعة. نحن نعلم أن هذه التنظيمات إنما وجدت، ولا سيما تنظيم الدولة، إنما وجدت واستزرعت بإرادة غربية صفوية أمريكية روسية، وأن عملاء المخابرات هم الآن سيخرجون، ربما نمر على هذا، سيخرجون حيث يقرر لهم أن يخرجوا، سيمكثون حيث يقرر لهم أن يمكثوا لكي يستكملوا الدور الذي شكلوا من أجله الذريعة لتدمير وإبادة سكان هذه المنطقة وتغيير ديموغرافيتها على أوسع نطاق. يعني هل في ظل هذه الرؤية سيد زهير يبدو واضحا أن الدول الإقليمية باتت راضخة لما تطرحه روسيا بعد، يعني كما ذكرت، من أن الولايات المتحدة نفضت يدها من الملف السوري، يعني دعوة تركيا كانت واضحة بضرورة خروج فتح الشام، على ضرورة استئناف المحادثات سياسيا من جديد، وقالت أنه على المعارضة المعتدلة وعلى النظام أن يتقدما بمبادرتهما لإيجاد حل سياسي. أيضا السعودية كانت حاضرة، قطر كانت حاضرة، هذه الدول هل باتت راضخة فعليا لهذا الوضع؟ يعني كما يقولون العامة يقولون حكم القوي على الضعيف، والدول عندما تفقد المبادرة وعندما تفقد المغامرة أيضا، الحرب فيها جزء من المغامرة. يعني الشعب السوري عندما خرج في ثورة
الشعب المصري عندما خرج لا يخرج على نتائج مضمونة 100%. الذين يريدون حروب بنتائج مضمونة 100% لا يحاربون. الذي يدخل مباراة كرة القدم يجب أن يترك في حسابه مجال للخسارة، ولكن الخسارة يمكن أن تجبر، أما الاستسلام فلا جبر له. الإنسان إذا حارب وخسر يمكن أن يستأنف، يمكن أن يستمر، يمكن أن يغير استراتيجية، أما الإنسان عندما يستسلم لا رجاء فيه، لا أمل له. الاستسلام ليس له نتيجة إلا أن يكون الإنسان خاضعا على مدى الزمان طالما أنه قد قرر الاستسلام. يعني هذا الذي سماه في يوم من الأيام مالك ابن نبي رحمه الله في كتاب القابلية للاستعمار، القابلية للرضوخ، القابلية للنزول على حكم القوي، القابلية لاعتراف بإيران على أنها الدولة الكبرى في الإقليمية الكبرى، والاعتراف بروسيا على أنها الدولة الأعظم في العالم. هذه النفسية التي تقبل بهذا هي التي تقول هذا الكلام، سلموا هذا، انزلوا على هذا، اذهبوا أي مفاوضات. نحن إذا كنا سنذهب إلى مفاوضات مع بشار الأسد لا نحتاج إلى مفاوضات، لأن بشار الأسد عدم مؤاخذه سيفرض الذي يريده، وهو من أول يوم بشار الأسد لم يكن يؤمن بحل سياسي، والذي يقول عن حل سياسي مع بشار الأسد إنسان مخبول في عقله، معطل في ضميره، لا يدري من هو بشار الأسد، أو يدري ولكنه لا يريد أن يعترف. بشار الأسد لا يريد ولا يمكن أن يريد، ولم يفكر في لحظة منذ أن كتب أطفال درعا على الحائط يسقط النظام، لا يفكر بحل سياسي. الذين يتحدثون عن حل سياسي مع النظام أو مع بشار الأسد أو مع أي شكل من أشكال هذه الدولة هم أناس قد عطلوا حواسهم، عطلوا ما وهبهم الله. لماذا؟ خوفا وذعرا وجبنا وتراخيا واستسلاما. ولذلك هناك شعوب تريد أن تقاوم، الشعب السوري يريد أن يقاوم. أنا أقول لهؤلاء الزعماء إن لم تكونوا معنا فلا تكونوا علينا. هذا أيسر رسالة يمكن أن نوصلها لهؤلاء، كفوا شركم عنا. نعم، يعني هل حتى نفهم سياق ما يحدث، يعني سيد زهير الآن بشكل واضح أهم ما خرج به اجتماع لوزان أو على الأقل ما تم التوصل إليه في داخل هذه الغرف هو اعتبار جبهة الشام النصرة سابقا أحد المجموعات الإرهابية بين قوسين كما تريد روسيا، وموافقة هذه الدول جميعا، الدول الإقليمية حتى التي كانت داعمة لها، على مبدأ خروج فتح الشام من حلب مقابل وقف القصف. هل هذا حقيقة يعني ما تم التوصل إليه دون اعتراض؟ أولا أنا أريد أن أقول جبهة النصرة مصنفة حسب مجلس الأمن تنظيم إرهابي، هذا تنظيم كلام سابق ليس جديد. الآن لم يعد لدينا في سوريا شيء اسمه جبهة النصرة، لدينا تشكيل جديد. هذا لم يقنع لا الروس ولا الأمريكان. إذن الذي لم يقنعهم هذا سيخرج علينا. نحن هنا نتحدث عن ضمانات، نتحدث عن إرادة دولية. بقول لك ديمستراهي قضية 900 إنسان وأنا بتكلم عن 20 مليون إنسان. روسيا مصممة على أن أحرار الشام تنظيم إرهابي، مصممة، وهي عرضت هذا في مجلس الأمن وتطالب به. إذا يعني فك الأزرار عروة عروة، فك الإنسان لما بيشلح القميص فك عروي عروي. فهم الآن يريدون أن يتعللوا بهذه، فإذا خرجنا من هذا قل لك كمان أحرار الشام يا أخي، هؤلاء فعلوا عملوا كذا، فنحن سنذهب معهم فيها. وهم الذين يملكون الطائرات، وهم الذين يملكون الأساطيل، ونحن الذين نملك من هؤلاء الذين يذهبون إلى لوزان ليمثلوننا على الطريقة التي رأيناها، والتي يعودون إلينا ويقولون استسلموا في هذه وسلموا في هذه واخضعوا في هذه وتسيسوا في هذه. وهذا الذي سموه براغماتية، هذه البراغماتية العفنة التي ما أنجبت في يوم من الأيام لهذه الأمة إلا الذل والخضوع وضياع فلسطين وضياع الأرض. إذا هذه ليست قضية الآن نحن والله مؤتمر دولي وجبهة نصرة، ليست هذه القضية. نحن لا ندافع عن أهداف
تنظيم القاعدة، ولسنا متبنين لهذا، ونحن قلنا من أول يوم هذه ثورة سورية وطنية. طيب إذا كانوا هم يعني متضايقين من هذه الجبهة، لماذا لا يتعاملون بندية مع الجبهات الأخرى؟ لماذا لا يزودون الشعب السوري بسلاح يدافع به عن نفسه؟ وأول سلاح يلزم الشعب السوري للدفاع عن نفسه هو المضاد للطائرات التي حرمه منه كل العالم، وليس فقط أمريكا، كل العالم، كل هذه الدول في مستودعاتها عشرات الآلاف من قطع الصواريخ المضادة للطائرات، ولكنها لم تجرؤ على أن تمرر للشعب السوري 10 قطع. هذه المعادلة تجعلنا لا نقبل، لا نستطيع أن نثق بأحد ونضع مصيرنا في أحد. إذا كانوا قد اتفقوا على أن جبهة النصرة أو فتح الشام تنظيم إرهابي، فنحن متفقون على أن كل التنظيمات الشيعية الرافضية التي تتحرك على أرضنا، من حزب الله إلى أبو الفضل العباس إلى فاطميون إلى زينبيون إلى 70 تنظيم تحت هذه، نعتقد أنها تنظيمات إرهابية وأنها يجب أن تخرج من سوريا. هذه التنظيمات التي أعددها الآن ليس فيها سوري واحد، بينما على الأقل جبهة النصرة 90 من أبنائها هم أبناء سوريا. لماذا لا يتم معاملة هذه التنظيمات بالمثل؟ هذا هو الحشف وسوء الكيلة كما يقولون، هذا هو الكيل بمكيالين، هذه هي الإرادة. أنا عندما قلت أمريكا هي التي ترعى، قاسم سليماني لا ينزل على الأرض السورية، ما لحقته طائرة مضادة بدون طيار لتقصفه وهو على الأرض السورية؟ هل عجزت الأقمار الصناعية الأمريكية عن رصد قاسم سليماني؟ قاسم سليماني لا يتحرك على الأرض السورية واللبنانية وغيرها والعراقية إلا بضوء أخضر وبضمان أمريكي. أنا عندما قلت كل شيء يتم بأمر أمريكا وبتنفيذ أداة روسية قذرة، أنا كنت أعني ما أقول. كل هذه الفصائل من أفغانستان جاءوا، من إيران جاءوا، من العراق جاءوا، من لبنان جاءوا، من اليمن جاءوا، من دول الخليج العربي في بينهم أناس يأتون متطوعين من دول الخليج، يذهبون إلى العراق ويحصلون على جوازات سفر خاصة ويقاتلوننا في سوريا، يقاتلون أبناء سوريا. أنا أقول هذا المشهد كله بتواطؤ دولي، أعود فأقول على سكان سوريا، على أهل سوريا، على شعب سوريا. ليست القضية جبهة النصرة، وليست القضية ما يسمونه الاسم الجديد فتح الشام، القضية أكبر من ذلك بكثير. نحن في قرن سمي في الاستراتيجية الأمريكية العليا، قرن القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، وهم يظنون أنهم بهذه الطريقة يفلحون في تنفيذ مخططاتهم. نعم، يعني ما قصة أيضا سيد زهير موضوع وفود المصالحة الوطنية التي بدأت، يعني بعض المعلومات تحدثت أن وفد من المصالحة الوطنية دخل عبر معبر بستان القصر إلى أحياء حلب الشرقية وأجرى بروفا بين قوسين كما تحدثت هذه المعلومات لإخراج مقاتلي بعض الفصائل المسلحة. يعني هذه الألاعيب دعيني أقول، واليوم يعني كانوا يتحدثون أيضا عن قدسية وعن الهامة وعن مناطق في غوص دمشق، هذه الألاعيب. ونرجع ونعود فنقول إنه حكم القوي على الضعيف، هذه الممارسات. اليوم في الأخبار أحد الأطفال الصغار في سوريا يموت جوعا، حالة الحصار تعني حالة تجويع، هذه جريمة حرب في عرف الأمم المتحدة. أين هو القانون الدولي؟ نحن يتحدثون عن تنظيم إرهابي 900 إنسان، أنتم تقتلون 300,000 إنسان، تقتلونهم تجويعا. أين هو القانون الدولي؟ أي منطق يتحدثون به؟ أين هم هؤلاء الزعماء الذين يقفون وراء المنصات ويلقون الخطب؟ تجويع الآن، بدأ الناس في حلب يموتون جوعا، وبالتالي نحن أمام مشهد في غابة حقيقية يحكمها العالم. هل نتيجة ذلك أن نستسلم؟ إذا استسلمنا انتهينا، لأن حد الاستئصال لن يتوقف. عملية الاستئصال في سوريا وفي بلاد الشام وفي المشرق العربي، أنا أقول لكل العرب الذين يسمعون، عملية الاستئصال ليس لها قرار، لن تتوقف عند حد، لن تعفي أحدا. ستبدأ بالذي يذهب إلى المصلي إلى المسجد ليصلي، وتنتهي بالتي ترقص في الكباريه. لن تنتهي هذه العملية، لأنهم قد قرروا استئصال هذه الشعوب. يجب علينا أن نعي هذا بكل دقة.
المعركة نكون أو لا نكون، وليس أمامنا خيار آخر. صحيح العالم أجمع علينا، ولكن أنا أقول نحن أمام خيارات ثورية حقيقية. الثوار ما زالت فيه بحمد الله سبحانه وتعالى بقية وشجاعة، ويجب عليهم أن يتولوا أمرهم في انتهاج مناهج جديدة في دعم هذه الثورة. في هذه النقطة تحديدا سيد زهير، يعني أمام هذا الواقع، ما الذي ستفعله أو يمكن أن تفعله الآن فصائل المعارضة الموجودة في حلب، خاصة بعد الدعوة التركية الواضحة التي وجهت لهذه المعارضة والدعوة لها بالخروج مقابل وقف القصف؟ يعني أنا أقول دائما بكلمة مختصرة، الزمن ليس لمصلحة الثورة السورية بكل تأكيد، والزمن يسير في اتجاه معاكس. صحيح. وما قلناه الأسبوع الماضي ربما ما عاد يصلح هذا الأسبوع، وما يمكن أن نقوله هذا الأسبوع ربما يفوت عليه الزمان في الأسبوع القادم. لذلك أنا أقول للمعارضة المستقيلة، لهؤلاء الذين يعتبرون نفسهم العقلاء والحكماء عند طريقتها أنهم ينتظرون من الأمريكي أو ينتظرون، فإذا تفوه كيري ببنت كلمة حولوا البذرة إلى قبة والقبة إلى مزار. هذه العادة أو هذه الطريقة لا تبشر بخير. الآن هناك خيارات، وما تزال الآن تضيق أن لا يبقى هناك تجمعات حقيقية وأن نبدأ بالتحول فورا. يعني لما بقول لك عندي مجموعة من 1000 إنسان أصميهم على 10 بطلع عندك 100 مجموعة فدائية تنتشر في سوريا وتقوم بعمليات مقاومة شعبية هادفة. ولكن مع وقف الإمدادات الآن والتضييق، المقاومة الشعبية لا تحتاج إلى الكثير من الإمدادات. المقاوم أحيانا يكون سلاحه طلقة واحدة، وهو هذا الفرق الذي ورطونا فيه. الذين ورطونا في هذه الحرب من البداية كانوا يملكون استراتيجية، أنهم ورطوا الثورة في حرب على طريقة يملكون خناقها. صار بدنا مضاد طائرات وما عندنا، صار بدنا مضاد دبابات وما عندنا، صار. أما المقاومات الشعبية سلاحه مسدس وطلقة وبارودة ولغم، ويستهدفون الأهداف المشروعة. نحن نقول نحن نعمل وفق قانون دولي وقانون إنساني، الأهداف المشروعة حتى نزلزل هؤلاء المحتلين، المحتلون الروس والمحتلون الصفويون بكل أجناسهم وألوانهم ومرتكزات الحكم الأسدي داخل سوريا. هذا هو البديل المتبقي لنا. أما الانتظار حتى يأتينا الدور بالقصف وبالتصفية وبأنه اليوم فتح الشام وبكرة أحرار الشام وبعد بكرة عماد الدين زنكي وبعده مش عارف مين، هذه العملية هي عملية حمقاء بكل معنى الكلمة. يجب أن تكون هناك مبادرة لتغيير استراتيجيات حتى لا يملي علينا لا جار قريب ولا جار بعيد. نحن مع شكرنا لكل من أحسن إلينا، لا نريد لأحد أن يملي علينا أي خير. كل الناس يقولون لك أليس يا أخي من حقه أن يبحث عن مصلحته؟ نعم، من حق كل الناس أن تبحث عن مصلحتها، ومن حقنا أن نبحث أيضا عن مصلحتنا. صحيح. سنعود سيد زهير لإكمال الحوار ومناقشة ما تبقى لدينا من زوايا في الملف السوري في التطورات السياسية والميدانية، لكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ابقوا معنا. ارفعه برفق، فتحته يسكن الزمن. ماذا ترى الآن؟ أتروسا تدور؟ ماذا تسمع؟ ليست تروسا، إنها الحياة، وقع أقدام الزمن. الزمن يشيب والزمن يداوي، الساعة يرجوها السعيد لتقف والحزين لتسرع.
لكنها لن تقف ولن تسرع. تمضي الساعة ونمضي معها، نرفع عن سوريا غطاء الزمن لنتحسس فيها الحياة. ساعة نديرها نحن، لا إلى الوراء ولا إلى الأمام، بل لنجلو المشهد على حقيقته ونوضح الأفق والمدى. أدعوكم أنا محدثكم محمد علاء الدين لنكون معا عبر قناة الحوار الفضائية في ساعة سوريا. تلفوني الإخوة، أنا واثنين الإخوة معي، أحمد جاب الله والدكتور عاقب اسمه شمس الدين، بقيادة العمل الإسلامي التونسي أوي في أوروبا. اختاروني بطبيعة الحال لمعرفتي بالواقع الفرنسي والمجتمع الفرنسي إلى آخره. هناك التقيت بالشيخ فيصل المولوي، هو منسق هذا العمل في أوروبا وحتى في العالم. كان عالما جليلا، مفتي ديار لبنان في طرابلس، وكان فعلا تأثرت به. حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي السابق في الحلقة الثانية من مراجعات، تأتيكم في الأوقات التالية. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر، فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد السوري في أسبوع. عوض ضيفي هنا في الاستوديو السيد زهير سالم. أيضا من التطورات التي يعني يشهدها الملف السوري، سيطرة قوات درع الفرات وتحديدا جيش السوري الحر على منطقة دابق. ما أهمية السيطرة على هذه المنطقة التي تحمل ربما أهمية رمزية لتنظيم الدولة؟ يعني كما تفضلتي، هي الأهمية رمزية وليست غير ذلك. يعني تنظيم الدولة متعلق بحديث شريف في صحيح مسلم عن ملحمة تكون الكبرى في منطقة دابق. وهم عندما يتصورون أنفسهم، هؤلاء عندهم نوع من أنواع تضخم الذات بشكل عجيب وغريب، يعني متصورين أنهم دولة. هم يظنون، يعني اسمحي لي، أنهم يحققون انتصاراتهم، تسهل لهم الطريق لكي يكونوا موجودين، وهم يظنون أن هذه انتصاراتهم، نوع من أنواع المرض النفسي الحقيقة. فكان هم يظنون أنه ما داموا في دابق، ودابق هي أرض الملحمة الكبرى، فبالتالي هم ستكون هناك الملحمة الكبرى، ويأتي الروم وينزلون في هذه الأرض. والروم الآن في تفسيرهم هو الغرب والولايات المتحدة والفرنسيين وغيرهم، وستكون معركتهم وانتصارهم انتصار الإسلام وعودة الخلافة الراشدة التي يسمونها على هذه النبوة الأولى ويحلمون بها بهذه الطريقة. الآن خروج دابق من أيديهم، دابق هي قرية صغيرة، يعني مش هذيك الحجم، لكن خروجها من أيديهم يعني سحب هذا الحلم. أنه هذا الكلام، أنتم الآن خارج دابق، أنتم الآن على طريقهم أن يكونوا خارج الباب، خرجوا من جرابلس. ونحن نلاحظ أيضا في شيء عندهم، أنهم كما يدخلون بسهولة كأنهم قد فتحت لهم الأبواب. دخلوا الرقة كأنهم قد فتحت لهم الأبواب، دخلوا الموصل لم يطلقوا طلقة واحدة. علينا أن نعتبر كيف؟ صحيح. كيف؟ يعني نحن عقلاء، نحن في القرن الحادي والعشرين، في نسبة كبيرة من أبناء المجتمعات العربية حملت شهادات جامعية.
كيف امتد هؤلاء الناس الذين جاءوا من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم وجدنا من فتح لهم الأبواب، مركزوهم في سوريا في مناطق النفط لكي يبيعوا النفط على طريقتهم ويغذوا ميزانيتهم من هذا النفط. من أين يصلهم؟ هلا قلنا لما دخلوا الموصل أو دخلوا غيرها حصلوا على سلاح اللي أخذوه من الفرق العراقية التي هربت، ما بدي أسأل كيف هربت، لكن وبعد ذلك من أين يحصلون على السلاح؟ من الذي يمولهم؟ من الذي يزودهم؟ يجب على العقول، على العقول أن تشتغل. إذا كان كل العالم مجمع على أنهم إرهابيون وأنهم يجب أن يستأصلوا وأنهم وأنهم وأنهم، طيب من أين كل هذه المعارك يأتون بحبات الرصاص فقط اللي بنسميه ملبس؟ من أين يحصلون على هذا؟ من الذي يزودهم؟ لابد لهذه الأسئلة أن تتناثر على أذهان العقلاء. ثم ما رأيناهم مرة قصدوا في منطقة إلا كما دخلوها مثل الزبد خرجوا مثلها مثل الزبد. الآن يعني الناس تحاصرهم في الموصل، سنرى ماذا سيجري في الموصل، لكن المهم أن دابق لا تشكل شيئا، لا تشكل خطرا، لا تشكل أهمية استراتيجية، الأهمية الرمزية كذلك. يعني المناطق الأخرى اليوم معركة سوريا، معركة الثورة السورية، عقر دار الثورة السورية هو حلب. إذا نجت، ليس لكلام، أنا أعود فأقول ليس لكلام كيري السخيف أنه حلب لن تغير نتيجة المعركة، هذا كلام سخيف يرد على صاحبه. إذا ذهبت حلب فبالتالي أصبحت الثورة بؤر متناسرة سيتم تصفيتها بؤرة بعد بؤرة. كل هذا القتل، بوتين يتحمل مسؤولية أن يقال عنه مجرم حرب على مستوى العالم أجمع مقابل أن يأخذ حلب. فبالتالي يعني نحن ننظر إلى المعركة التي سميت درع الفرات على أنها جاءت في غير وقتها أو ليست أولويتها مصلحة السوريين، لها أولوية أخرى. هي أولويتها أن تحمي الحدود التركية، هذا شأن يعني تركي بالدرجة الأساسية وليس شأنا سوريا. الآن السوريون يجب أن يكون كل جهودهم في الأرض وفي غير الأرض هو حماية عقر دار الثورة كما أقول في حلب. أي بعثرة للجهود، أي بعثرة للصف في هذا النطاق هي عملية تخذيل عن الثورة السورية لحسابات ومصالح أنا لا أريد أن أتحدث عنها الآن. نعم، يعني ربما قبل أن أذهب لموضوع الموصل الذي أتيت على ذكره سيد زهير، فقط في إطار ما تكشف في اجتماع لوزان ما طرحه دي مستورة، وقف القصف كما ذكرنا وناقشنا هذه النقطة مقابل خروج المعارضة، إبقاء الحكم المحلي مناطا بالمجالس المحلية والسماح بتواجد دولي بالمدينة في حلب، هل هناك وضوح بهذه الرؤية أو ما المقصود بذلك؟ يعني عندما نتحدث عن تواجد دولي في حلب ولماذا حلب تحديدا؟ يعني اسمحي لي أقول أولا ما يطرحه دويمستورا أو ما يطرحه الآخرون دائما يحتاج إلى ضامن. نحن وجدنا أن الروس قد وقعوا أكثر من مرة على اتفاقية وقف نار ولم يضمنوا ولم يلتزمهم، هم الأصل أنهم كانوا يضمنون بشار الأسد، ولكنهم ليس لم يضمنوا بشار الأسد فقط وإنما لم يلتزموا. ما معنى هذا الكلام؟ ما حقيقة هذا الكلام؟ إلى أي مدى يمكن أن يطبق هذا الكلام؟ هذه الطريقة اسمحي لي في المفاوضات السياسية استعملها الإسرائيليون مع الفلسطينيين، مع منظمة فتح بالذات، مع مجموعة أوسلو، خلعوا عنهم كل أوراقهم، غيروا ميثاق المنظمة، افعلوا كذا افعلوا كذا، وكانوا يستجيبون أنه مثل ما آمنوا لا طلعوا هال 900 مقاتل، ففعلوا وفعلوا وفعلوا وقدموا 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 ولم يحرزوا حتى الآن إلا أن يعيشوا. إذا محمود عباس بده يروح يصلي في الأقصى لازم يسمح له جندي إسرائيلي على الحاجز بالمرور، وإذا ما سمح له أنا عم بحكي غلط؟ لا، لن يمر. صحيح، لن يمر. فنحن أمام نفس المشهد، يجب علينا أن نتعلم. لا أحد يلقي أوراق القوة بيده لمجرد أنه عدو بقول له أعطيني هذه وأعطيني هذه وقدم هذه، هذا كله كلام تعلات، حديث الدولتين، واليوم رحنا على مدريد وصار اجتماعات مدريد وكان حيدر عبد الشافي وبعد من وراء حيدر عبد الشافي صار إيش أوسلو، هذا كله حديث خرافة يا أم عمر، كلام ليس له معنى. الآن يسيرون بالشعب السوري وبالمعارضة السورية وبالقوى السورية
ومع الأسف نفس القوى الدولية المحسوبة علينا تسير بهم على نفس المنهاج، سلموا هذه سلموا هذه، تخلوا عن هذه، تراجعوا هنا، ثم النتيجة أن يعود الناس ليكونوا تحت حكم بشار الأسد. طبعا عندما قال ديمستورا هذا الكلام لم ينسى لافروف الذي بقي حاضرا، قال مع وجود رمزي بين قوسين لبشار الأسد في المدينة الشرقية، يعني أنت يستعيد بشار الأسد السيادة على المدينة الشرقية الأحياء يعني المحررة، وبالتالي أن يرفع علم، وهذا الذي يشترطونه في الهدن، وأن يرفع علم بشار الأسد فوق هذه المناطق، وهذا الذي كانت المناشير التي ألقاها الطيران السوري على أبناء حلب منذ شهر، يقول لهم استسلموا، ارفعوا الرايات البيض، ارفعوا علم هو يسميه العلم السوري، وكل هذا ضمن مخطط. من يريد أن يصدق من ضعف عليه أن يصدق، يعني فالضعفاء دائما يعني معاذيرهم موجودة، ولكن من يريد أن يستمر في طريق الثورة فعليه أن يبحث عن طريق ناجح لإنجاح يعني هذه الثورة. حتى لم يعد يعني يسمع صوت برحيل الأسد من الدول الإقليمية. طبعا كلهم قد توافقوا. الآن أنا أقول الدول الإقليمية مع الأسف كلها ألقت مقاليدها إلى روسيا، وهي تظن أنه ممكن روسيا يجاملهم ببعض القضايا هنا وهناك. القرار الإقليمي هو خذلان الشعب السوري وتسليمه لبوتين باعتبار أن بوتين هو القوي. أنا أتحدث عن أفعال الناس ولا أتحدث عن نياتهم. قال الفرزدق لسيدنا الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. أنا أقول اليوم للسوريين: قلوب الناس معكم وسيوفهم مع بوتين وسيوفهم مع بشار الأسد، لا تصدقوا غير أنفسكم. هذا هو الكلام الذي يمكن أن نصير إليه: قلوب الناس معكم، هذا وهذا وهذا، أنا لا أشكك في أحد، ولكن سيوفهم وقرارهم وتصويتهم مع بوتين. هذه هي الحقيقة التي خلصنا إليها. يعني في إطار أيضا قراءة يعني بعض ما شهده اجتماع لوزان، مطالبة إيران بأن تحضر أو يتم دعوة مصر والعراق، لماذا الإصرار على دعوة مصر والعراق من قبل إيران رغم أن يعني لا يوجد تأثير العنصر الإقليمي أصلا بالملف السوري، وما الأثر اللي سيتركه المصريون أو العراقيون؟ يعني هذه دلالة من دلالات التحكم الروسي في لوزان. يعني أنا قلت كيري جاء مستسلما، كيري جاء ليشهر الاستسلام رسميا. هو الاستسلام الأمريكي للمشيئة الروسية كان ضمنيا، عملية ضمنية نقرأها نشير إليها، كثير من المحللين الأمريكيين كانوا يشيرون إليها، يقولون أوباما يسير، كيري كلما التقى مع لافروف يتنازل خطوة. الآن جاء كيري لإشهار، عملية إعلان إشهار الاستسلام رسميا. فلما كيري قال بدي تجي مصر، لأنه مصر الآن تنسج علاقات في إطار آخر خارج المنظومة العربية. الآن مصر عينها على إيران وعينها على روسيا، وبالتالي هي تنسج خارج هذا المنظوم، فيريد أن يأتي بشاهد زور إضافي يصطف معه، فأتى بمصر لكي يكون بجانبه في هذه، وكان هذا إلحاح من روسيا، وكان رضوخ أيضا من والعراق. طبعا العراق يعني لا، وهو في مشاكله يحتاج إلى مؤتمر لوزان ليحل مشاكله، فأتي به قال ليحل مشاكل السوريين. نعم، هذا يقودنا أيضا للحديث على موضوع الموصل. يعني كما ذكرت سيد زهير، ما يحدث في العراق والموصل مترابط، تم الإعلان عن انطلاق معركة الموصل. إلى أي مدى يعني التطورات الموصل يمكن أن تؤثر على الوضع في سوريا أو أن تترابط معه بشكل من الأشكال؟ هل هناك مخاوف من أن يتم طرد تنظيم الدولة من الموصل وأن يتجه إلى سوريا، إلى دير الزور، إلى الرقة؟ هل هذا وارد؟ أنا أريد أن أقول كلمة، بأنه هذا التنظيم الآن يقولون لك أنه 17 دولة 27 دولة، والله ما انتبهت إلى الرقم، يشتركون في الهجوم على ماذا؟ تنظيم على هذا، يتركوا له فصيل واحد من الفصائل السورية المعتدلة بين قوسين، طلعوا من الموصل بثلاث أيام،
مهنن 6000 مقاتل. صحيح. يعني عنا عماد الدين زنكي بطردوه مش أحرار الشام. لكن هذه عملية التهويل، أنا عندما كنت أستمع إلى تقارير الحرب على العراق سنة 2001 يسموا الجيش العراقي رابع جيش في العالم، يعني أقول سبحان الله إحنا صار عندنا رابع جيش في العالم، يعني في كعرب يعني أتكلم. فهذه عملية التهويل استراتيجية أمريكية أوروبية لتضخيم العدو لإظهار بأنهم يحققون انتصارا. الموجودين في الموصل على أعلى التقديرات، يعني ناس بتقول لك 6000 و3000 خارج الموصل، يعني عندهم 9000 أو 10000 مقاتل، يعني لا يحتاجون إلى أكثر من فصيل حقيقي صاحب إرادة. من أول يوم كان يمكن أن يكون هناك حصار للموصل من أول يوم، وإخراج هذا التنظيم اللي قلت أنا سيطر على الموصل بدون أي طلقة، ولكن كان وجود هذا التنظيم داخل الموصل ضروريا لتنفيذ الأعمال التي جرت خلال سنتين ونصف الآن نحن من احتلال الموصل، ترتيبات جرت في العراق. وكذلك أنا أذكر في سنة 2013 عندما نشأ هذا التنظيم في سوريا استطاعت الفصائل السورية فصائل الجيش الحر أن تطرده من كل الأرض. الآن بيحكوا لك عن دابق وعن جرابلس، طرده الأحرار السوريون إلى الرقة، ولولا أنهم قطعوا من التمويل لأخرجوه من الرقة من 2013، لكن كان وجوده ضروريا لإعطاء الذريعة لتشكيل هذا التحالف الدولي الأمريكي وضرب طبول الحرب والتخويف من الإسلام وتقديم هذه الأفلام الهوليودية، ذبح وحرق وقتل وخطف وسبايا وإيماء ومش عارف إيش وسوق نخاسة، هذا كله كان جزء لإعطاء مبرر لهذه الحرب المفروضة على هذه الأمة. البارحة بقول واحد أنه، وهذا معلق أمريكي، أنه القصف الروسي في سوريا 85% منه على الكتائب المعتدلة و15 على تنظيم النصرة. أنا أقول له لا يا عزيزي ما هو صحيح كلامك، 85% من القصف الروسي في سوريا هو على المدنيين وليس على الفصائل المعتدلة، و15% منه يمكن على الفصائل المسلحة، و1% منهم يمكن على اللي بسميه تنظيمات إرهابية، لأن وجود هذه التنظيمات وهذه البؤر هو الذريعة لهذه الحرب. لأنه لو سقطت الذريعة انتفى هذه، انتفت الأسباب التي تجعل الأمريكي والأوروبي والتحالفات هذه تتوجه نحو المنطقة. الآن يبدو أن دور هذه المجموعة في الموصل في العراق قد انتهى، وأن العبادي قد أحسن السيطرة على مقاليد الأمور في العراق بعد أن كان هناك ثورة سلمية كالتي خرجت صحيح. في سوريا واعتصامات سلمية، قد استتب له الأمر واستتب الأمر لإيران، فالآن سيخرجون هذه التنظيم. وهذا التنظيم يعني أنا تقديري الأولي لن يصمد كثيرا في هذه المعركة. الانسحابات هي يعني بقولوا عندنا الهزيمة سيدة المراجل، ينسحب ويقول انسحبني وانسحاب تكتيكي وما إليه. طبعا سيكون وبين الموصل وحلب يعني الخط ليس بعيد، أو بين الحدود السورية سوف يكون لهم ملاذ. لماذا؟ طيب إذا كان هم يريدون يعني عملية تكتيكية والأسهل فالأسهل، الرقة أسهل من الموصل والحشد في الرقة أقل من الموصل، لماذا لم يبدأوا بالرقة؟ لأن وجود هذا التنظيم في سوريا ما زال ضرورة، ما زال ضرورة لاستمرار القتل الروسي والتدمير الروسي والمشروع الأمريكي الروسي الصفوي، وبالتالي ربما يكون هذا خطوة على طريق إعطاء حقنة لهذا التنظيم ليكون موجودا في سوريا. نعم، يعني في ظل هذه الرؤية سيد زهير يبدو واضحا أن المعارضة تحقق تمكن، يعني تتمكن من السيطرة على بعض المواقع الجديدة في الأرض، هناك تقدم، هناك ضغط روسي واضح لتمكين النظام من السيطرة على بعض المواقع ميدانيا. إذا ما تم الضغط على المعارضة المسلحة في حلب ويعني تم إخراج هذه المعارضة بشكل أو بآخر سواء عبر تسوية أو سبل أخرى، ما السيناريو المتوقع؟ يعني ما شكل المعادلة التي يمكن أن نتخيلها سواء كانت سياسيا أو ميدانيا؟ يعني دعيني أتكلم بطريقة استراتيجية. أنا طبعا خلال الأيام الماضية متابع أنه هناك انتصارات مهمة للمعارضة، ولا سيما في ريف حلب وفي غير ريف حلب، وهناك انتصارات. لكن أنا أقول بكل أخوة
للإخوان للشعب السوري للثوار السوري لا تفرحوا بهذه الانتصارات. هذه الانتصارات الجزئية على أهميتها وأنها بترفع الهمم، تلاقي واحد عم صيح تكبير والمنطقة الفلانية صديق والمنطقة الفلانية صديق، لكن أنا أقول هذه انتصارات جزئية لا تغير من استراتيجية المعركة شيئا. الموقف الاستراتيجي في تطوراته الكلية حسب الأسلوب الذي تعملون عليه ليس لصالحنا، والكلام قد يكون واضح. يجب أن يكون هناك لدى هذه هؤلاء الثوار وهم عقلاء وفطناء وأنا أعرف الكثير منهم، يجب أن يكون لديهم كسب قرية أو خسارة قرية. نحن ما عم نأخذ قرية من بني إسرائيل الآن، القرية السورية صارت كانت بهالطرف صارت حي، كان بهالطرف صار بهالطرف، اليوم أخذ بيقولوا أنه بشار الأسد دخل على قدس. ليست هذه هي المعضلة. المعضلة أن تكون لدينا استراتيجية لعمل مقاوم ناجح مضطرد، يكون الخط البياني للثورة صاعد، أن يكون الخط البياني لنظام بشار الأسد منحدر، أن يكون الجهد الروسي مجرد ما وجد الطائرات وأنا ما عندي سلاح طيران، يجب أن يكون عندي قدرة عسكرية ذهنية أولا تخطيطية ثانيا لتغيير استراتيجية المعركة. أنا لا يمكن أن أترك جنود مكشوفين تحت رحمة سلاح الطيران، هذا غير ممكن في 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 العلم الاستراتيجية العسكرية. لذلك نحن الآن أمام تحدي معروض على القادة الاستراتيجيين، معروض على الدول التي تسمي نفسها صديقة. يا سيدي فرزونا، فرزونا 10 ضباط استراتيجيين عندكم يرشدونا بلا مصاري بلا يعني كلام صرنا نستحي أن نقوله لكي يخططوا للمعركة على أساس مكافئ. الروس يخططون على مستوى دولي، يتعاونون مع الإيرانيين، عندهم رصد جوي بالأقمار الصناعية لكل حركة على الأرض، يتابعون إنسان، يتابعون إنسان ويقصفونه عندما يريدون. أنا أقول يجب أن نمتلك بعض هذه الإرادة وبعض هذا الفكر لكي نتحول من طريقة. يمكن أن نفني الروس وهم على الأرض السورية وهم في السماء السورية، ويمكن أن نفني الإيرانيين، لكن أنا أقول نحن أمام تحديد تجديد الإرادة، تجديد الإرادة للاستمرار في المعركة. وأنا أقول نحن نملك هذا. أنا لا أتكلم كلام ميأس، أنا أتكلم كلام محفز ومشجع. نحن نملك هذا ونحن قادرون عليه، والنصر منا قاب قوسين أو أدنى، وبشار الأسد يكاد أن يسقط، وإيران تكاد أن تسقط تحت أقدامنا، ولكن علينا أن نمتلك الإرادة الحرة القوية التي نصنع فيها ما نشيب فيه قذالة مثل ما يقولون بوتين وشركائه ومن خلفه أوباما أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي على كل هذه الإيضاحات والتفصيلات. شكرا لكم. لأهم التطورات السياسية والميدانية التي شهدها أو كانت ضمن إطار المشهد السوري في أسبوع. بذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد السوري في أسبوع. ألقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.